الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث لا يطبق إلا لو طبق المسلمون هذا الحديث لأغلقت محاكم الخصومات، يعني تنتهي مشاكل لو طبقوا هذا الحديث فقط. إذا كان حديث السابق من حسن الإسلام، فهذا الحديث يبين كمال الإيمان، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة جدا. يعني لا يؤمن أحدكم، هذا لا نافية، تنفي الإيمان عن أحد. أحد هنا نكرة أضيفت للمخاطب فتعم جميع أحد. والإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام: أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر الخير والشر. وهذا الحديث ينفي الحديث جبريل، ينفي كل أركان الإيمان الستة. الذي لا يؤمن بالله ينفي جميع أركان الستة، لأن الإيمان نوعان. سأذكر لكم يعني مثال. يعني نقول مثال، على سبيل المثال، إيمان، هناك أصل الإيمان، هناك كمال الإيمان. أصل الإيمان، نقول مثلا لو ما آمنت بالله ولا الملائكة، إيمان هكذا يخرج، هذا أصله، ينفصل أصل الإيمان عنك إذا ما آمنت لا بالله ولا ملائكته ولا كتب، أي واحد منهم من أركان الإيمان. بينما طبعا تكون غير مسلم كافرا، بينما إذا لا تحب لأخيك، هنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذا ما أحبت لأخيك، هل معناها أنت وقعت في الكفر، خرج منك أصل الإيمان؟ لا، ليس كذلك. يخرج منك كمال الإيمان، هناك كمال الإيمان، لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، كما جاء في سورة الأخلاق، سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب أسلموا وبوادر الإيمان في طريق اكتمالها. الله عز وجل ماذا قال؟ لم تؤمنوا، أي لم يكتمل إيمانكم، وبقي مراحل حتى يكتمل. لذا حملوا النصوص التي ترد بهذا، أهل السنة طبعا حملوا النصوص التي ترد بهذا المعنى على نفي كمال الإيمان، مثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وليس المراد أنه انتفى عنه الإيمان كما قال الخوارج، كما قالت الخوارج، وخرج عن مسمى المسلم أو من المسلمين، لا، بل جاء أثر عن ابن عباس قال: الزاني ينزع منه نور الإيمان، يرتفع، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، فإن تاب عاد إليه، يرتفع مثل الظل يصير. وأبو الدرداء كان يقول: الإيمان القميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة أخرى. والمعنى أنه إذا كمل خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيء نزعه. وكل هذه إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجبات شيء. وأيضا يدل على ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصه. المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فإن زال ذلك عنه
فقد نقص إيمانه بذلك. جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك. كان محمد بن واسع يبيع حمارا. محمد بن واسع العلامة الزاهد الورع كان يبيع حمارا له، فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه. قال: أترضاه لي؟ يعني جيد، يعني قال: لو رضيته لما بعته. وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. وهذا كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين، كما تكلمنا في حديث الدين والنصيحة. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلهم بالمواعظ عن فعل أفعالهم أو فعلهم. وقد قال محمد بن واسع لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. انظر محمد بن واسع ماذا يقول، يهين نفسه لأنه مقصر في حق المسلمين، يقول: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكون مثله مع نصحه لهم، بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منهم، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه. وهذا الحديث من جوامع كلم صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني مهم جدا، لا يؤمن أحدكم لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا كما قلنا للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. الإيمان تعريفه بعض العلماء قالوا: الإقرار المستلزم بالقبول والإذعان، والإيمان هو مطابق للشرع، وبعضهم معناها القبول. الصحيح القبول والتصديق، فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن. على هذا فاليهود والنصارى ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. ومحل الإيمان القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمي إيمانا وعمل الجوارح يسمي إيمان. الدليل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ذكر المفسرون إيمانكم هنا صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، الإيمان بضع وسبعون وستون رواية أخرى شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول بلسان دليل على قول بلسان، وأدناها إماطة عن الطريق هذا دليل على فعل الجوارح، والحياء عمل القلب. فإذا عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول بلسان وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خمسة أمور. وعند الكرامية الإيمان قول بلسان فقط، لو قال أنا مؤمن انتهى إيمانه مثل جبريل عليه السلام، ولو لم يعترف بقلبه أو لم يقر بقلبه.
وعند الجهمية بأن الإيمان الاعتراف في القلب فقط. ولا تنصدم حينما تسمع بأن الشيطان ما كفرش، هذا كرامي من عقيدة الكرامي، شيطان فرعون مش كافر، أبو جهل في الجنة. يعني هذه الفتاوى تسمع هذه الأيام يحيون سنة الكرامية والجهمية. والمرجئة يقولون الإيمان قول باللسان واعتراف بالقلب، العمل يرجئون يؤخرون عن الإيمان، يقولون العمل ليس من الإيمان، يعني الصلاة والصيام كذا. والصحيح خمسة أمور عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان وعمل بالجوارح وإقرار بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، حتى مطلع الفجر، يعني إلى أن يحب، إلى أن يحب لأخيه. والمحبة ما تحتاج إلى، لا تحتاج إلى تفسير، ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. فالمحبة هي المحبة، ما يحتاج إلى أن نفسر لأخيه، أي المؤمن، ليس أخي الكافر، مؤمن، ما يحب لنفسه من خير ودافع شر ودفاع عن العرض، هذه كلها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب، في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد من هذا الحديث: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، والحديث في صحيح مسلم. فإذا لابد أن نحب لإخواننا من الخير، ونحب لإخواننا المساعدة، ونكره لإخواننا من الشر، وننصحهم إذا وقعوا في الخطأ، وإذا قصروا ننصحهم، هذه من المحبة وهذه من النصيحة. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.